ساهم الاستخدام الخاطئ لوسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمية ومواظبة الأطفال على استخدامها بطرق خاطئة ساهم في خلق حالة من نقص الانتباه لدى بعض الأطفال، ده بالإضافة لنقص التركيز في ظل غياب الرقابة من بعض أولياء الأمور على استخدام أطفالهم للأجهزة أو مخاطرها اللي بتصل لمرحلة في وصفها أو وصفها بعض الأطباء بالخرف الرقمي. إيه هي مخاطر الحالة دي؟ وإيه هو الخرف الرقمي؟ وإزاي ممكن الوقاية منه في وقت الحقيقة كتير من الأهالي حتى وإن كانوا مش مبسوطين إن أولادهم قاعدين مدة طويلة على وسائل التكنولوجيا، إنما الحقيقة الأمور خرجت بشكل كبير جدا عن السيطرة. اسمحوا لي أرحب بضيفي دكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي ورئيس قسم الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين، رئيس قسم الدراسات الطبية وكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور إيهاب. مشرفنا. أهلا بيك. الأول مخاطر فعلا الاستخدام الخاطئ وهل الاستخدام الخاطئ هو المفرط ولا يعني ايه خاطئ بالنسبه للاطفال؟ كويس، بصي حضرتك، هو استخدام خاطئ بتجمع ما بين حاجتين. اولا طبعا هجوم الاجهزه دي علينا، واحنا كمان استخدام جزء من استخدام الخاطئ ان احنا مش موجودين وبدانا كمان نختفي من المشهد، فاصبح بيفترس وينفرد هقول لحضرتك حاجه ظريفه جدا. العلماء لاحظوا حاجه غريبه جدا، انه فتره الملل من السمارت فون او من الكمبيوتر هي دي احسن فتره بيبدا الكونسنتريشن يرتفع فيها. لما تقعدي تشتغلي كده، تقعدي تعملي تشاتنج او تابنج على البتاع، وبعدين تملي بعد ساعتين مثلا تروحي رمياه، هنا بيرتفع الكونسنتريشن بتاعك لان انت خلاص ما كنت فقدتي جزء من تركيزك، برغم ان احنا مركزين في الشاشه دي، بس احنا التركيز على قد الكلام اللي مكتوب، انما تركيزنا العادي قل. فالاطفال الميموري بتاعتهم سواء اللونج تيرم او الشورت اللي هي الميموري الذاكره قصيره المدى او بعيده المدى، قصيره المدى دي بتاعه المدرسه، بتاعه المذاكره، بتاع بابا قال لك ليه بعد ما نخلص الامتحان فجاه لقينا مش فاكرين ولا حاجه. بتاع مثلا ايوه بالظبط كده. بتنخفض تدريجيا مع كتر الممارسه على السمارت فونز او الاجهزه الحديثه بتاعه الالعاب او فهذا الغزو بيخلينا سلوكيا لازم نتغير، يعني الدنيا قاعده بتتغير واحنا كمان لازم نتغير، لازم يبقى في بدائل بعد شويه للجهاز ده. ايه البدائل؟ مفيش غيرك انت كاب او كام، ده اللي عايزين نتكلم فيه برضو. بس عايز اقول لحضرتك ان كثير جدا من الاشعاعات، في اشعه جديده لسه ما مش موجوده في مصر قوي اسمها هايبر سكاننج. هايبر سكاننج يعني ايه؟ ان انا والشخص اللي بتكلم معاه نخش ورا شاشه بتبين مخنا والدم بينبعث فيها وكل اللي عندنا هنا، مثلا بيبقى الام ار اي او الفانكشنال اللي هي الرنين المغناطيسي او ازاي بيبين الدم. هما بقى عملوها اتنين بيتكلموا مع بعض او اتنين بيلعبوا على مع بعض اونلاين، فاتضح انه بعد شويه حاجه اسمها الدورات العصبيه او الدوائر العصبيه في مناطق ما بتستخدمش بتبدا تنقرض وتقل، والتركيز بيبقى على الشاشات، فالمخ بيتغير، تركيبه المخ هتتغير خالص. يعني كمان 10 سنين هبص على مخ الطفل، وده الخوف على الجيل اللي جاي، لا المخ هيختلف النهارده غير، وهو اختلف فعلا، احنا غير اللي موجودين، واللي موجودين دول حبايبنا غير اللي هيبقوا موجودين بعد شويه. فإذا ده خطر داهم لازم ناخد بالنا منه.